سرى يبرد وتلوي رعود فالمخينة دوي كريم يا بارك بخيال فكري سرى يبرد وتدوي رعود فالمخينة دوي يا أهل الثلاثين فالحمر استعدت ترى زمر الرياجين تخلف نية المنتوي دون العلا طرعت تشبع لطرعت كرى ما هي بدرب مساس مستقيم وسوي ولا يعشق العلا والفوز يرجع ورا يقلط لها الصامل اللي للعلا مهتوي واللي درى يخبر اللي بالخبر ما درى جنان داحمكم بجنب متين وقوي الفايزات اكبرت مستبشرة في حرى اعلان تتويجها بالمركز الاولوي حمر اللي طبت السحا وكل يرى اكبود تبرد فرح واكبود تشوى شوي امتيها في ذرى خلاقها ثم ذرى رجل لك العلوم الغانمة محتوي طرار بدر البقوم اللي يبي نجهرى واليا بدا بدرنا كل النجوم تهوي سلايل اهذيل ربع مجدهم ينقرى في صفحة مع مرور الوقت ما تنطوي مدحي لهم واجب وحق ما هو بافترى أهل الكرم والمقام العالي المستوي من لابة مزها ما هو بطر انطرى امتيهين النظام ومدلهين الخوي ونسطي على كل جمع بالعناد اجترى لين الهنادي من الدم الحمر ترتوي واللي جهل فعلنا ينشد وش اللي جرى يوم النذيب الفتن في كل ليل عوي في ماضي الوقت كسب البدو حمى الذرى من ضربنا دونها كم نطل راس بدوي واليوم حل الامان بفضل رب البرى ثم فضل خنورها اللي عدل الملتوي كريم يا بارك بخيال فكري سرى يضرب وتدوي رعوده فالمخينه دوي يا اهل الثلاثين فالحمر استعدت ترى زمر الرياجيل تخلف نية المنتوي دون العلا طرعت تشبع لطرعت كرى ما هي بدرب مساس مستقيم وسوي ولا يعشق العلا والفوز يرجع ورا يقلط لها الصامل اللي للعلا مهتوي واللي درى يخبر اللي بالخبر ما درى جنان داحمكم بجنب متين وقوي الفايزات اكبرت مستبشرة في حرى اعلان تتويجها بالمركز الاولوي حمر اللي طبت السحا وكل يرى اكبود تبرد فرح واكبود تشوى شوي امتيها في ذرى خلاقها ثم ذرى رجل لكل العلوم الغانمة محتوي طرار بدر البقوم اللي يبي نجهرى واليا بدا بدرنا كل النجوم تهوي سلايل اهذيل ربع مجدهم ينقرى في صفحة مع مرور الوقت ما تنطوي مدحي لهم واجب وحق ما هو بافترى أهل الكرم والمقام العالي المستوي من لابة مزها ما هو بطر انطرى امتيهين النظام ومدلهين الخوي ونسطي على كل جمع بالعناد اجترى لين الهنادي من الدم الحمر ترتوي واللي جهل فعلنا ينشد وش اللي جرى يوم النذيب الفتن في كل ليل عوي في ماضي الوقت كسب البدو حمى الذرى من ضربنا دونها كم نطل راس بدوي واليوم حل الامان بفضل رب البرى ثم فضل خنورها اللي عدل الملتوي واليوم حل الامان بفضل رب البرى ثم فضل خنورها اللي عدل الملتوي.
الملتوي واليوم حل على ما نفضل رب البرى ثم فضل خنور هل عدل الملتوي.